Hi, how are you, everybody? This is Mr. Magdi, I'm a SAT teacher. Today we're gonna start graphing linear equation. We started this lesson last time. Be with me. This is what we're gonna start with. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر مجدي SAT teacher. Okay, we started last time how to graph linear and we pass all this one. Today we're gonna see how could we form linear function. For example, أنا عشان أعمل linear هيديني table زي ده كده ويقول لي which function is represent this table. طبعا اي function x و y هنا x و h of x ماشي ال h of x كأنها y يعني ال 2 وال 1 ordered pair اول ordered pair 2 1 2 1 يبقى 2 1 satisfy equation. يبقى انا همشي بالsubstitution. يبقى اول حاجة عندي هعمل ستريت فورورد واعمل سبستيتيوشن. هنعمل سبستيتيوشن ريبليس اكس ويز 2 جيت واي ريبليس ان فيرست 2 تايمز 2 يس ذيس از اكس 2 جيت اتش ذيس از اكس وانا عاوز اتش الاكس اهي ب 2 ريبليس 2 تايمز 2 2 تايمز 2 ماينس 3 هتديني 1 صح. يبقى الاوردر دي بير ده ساتسفاي الفيرست ايكويشن. طيب الاوردر دي بير الثاني 3 تايمز 2 6 3 تايمز 2 6 ماينس 5 برضه 1 و 4 تايمز 2 8 برضه 1. يبقى الاوردر دي بير ده ساتسفاي اول. طب هنشوف 4 و 7 2 تايمز 4 8 8 ماينس 3 مش ب 7 يبقى الايكويشن دي رونج not satisfy second order the pair law 4 و7 يبقى second trial 4 و7 4 و7 ال 4 و7 12 minus 5 في 7 صح. طب اجرب الثيرد 3 times 6 18 18 minus 5 13 برضه صح. طب اخر order the pair 24 minus 5 19 صح. يبقى هي السوليوشن B double substitution. زي ما عودتكم دايما كذا استراتيجي، اول استراتيجي سبستيتيوشن هي نفعت. طيب تاني واحده خلي بالك هو قال لي انها لينير. سكند واي ستريت فورورد. ازاي الستريت فورورد؟ اجيب السلوب واي ايكوال ام اكس بلس بي. قلنا الام ده ايه؟ سلوب والبي واي انترسبت. هاو دو وي جيت سلوب فروم تيبل واي 2 ماينس واي 1 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1. يعني first get m equal 7 minus 1 over 4 minus 2 makes what 6 over 2 makes 3 يبقى 3x y equal 3x plus b. انا عاوز ال b هعمل ايه؟ هعمل substitution. طب لو في point 0 حاجه لو في point مثلا 0 0 ونيجاتيف 5 يبقى هو ده الواي انترسبت احطه على طول مكان البي. طب لو ما فيش هاخد اي بوينت اعمل بيها سبستيتيوشن. يعني مثلا بوينت 2 1 باي سبستيتيوت ريبليس اكس ويز 2 واي ويز 1 بلس بي. دي هتبقى 6 هتروح للليفت هاند سايد تبقى ايه؟ نيجاتيف 6 بلس 1 يبقى نيجاتيف 5 صح. يبقى 3 اكس ماينس 5 يبقى السولوشن ده وجبناه بطريقتين تو استراتيجيز فيرست وان سبستيتيوشن سكند وان ستريت فورورد. خليكم معايا. السكند وان هاو دو وي ميك لينير ايكويشن اف اتس جيفن تو بوينت. لو انا مديك تو بوينت ازاي هتعمل الايكويشن؟ ازاي هتعمل الايكويشن؟ طبعا برضه بالسبستيتيوشن. اول ستيب سبستيتيوشن
دي أول طريقة، أول استراتيجي. سكند استراتيجي، ستريت فورورد. ستريت فورورد. طيب أول حاجة جيت ذا سلوب، هنشتغل ستريت فورورد، أجيب السلوب y2 ماينس y1 اللي هو 4 ماينس نيجاتيف 2. أها رونج، إكسلنت. 5 نيجاتيف 5 ماينس 3 y ماينس y نيجاتيف 5 ماينس 3. Why I put this one in bracket, maybe this one negative to be in safe. Second one 4 minus negative 2. Okay يا جماعة الأسئلة دي أسئلة امتحانات real، فركز معايا. هتبقى negative 8 over negative times negative makes a positive 6. في simplest form divide 2 4 divide 2 3 يبقى negative 4 over 3. خلاص خلصنا، يبقى هي نمبر سي، لان الاسلوب الوحيد نيجاتيف 4 اوفر 3 الباقي ديفرنت. شفت الستريت فورورد ممكن يبقى اسهل لان الاسلوب ديفرنت والواي انترسبت برضه ديفرنت. طيب السبستيتيوشن بقى، هنعمل سبستيتيوشن بالنيجاتيف 2 هنا، نيجاتيف 2 ريبليس اكس، انستيد اوف اكس بوت نيجاتيف 2. نيجاتيف 2 بلس 5 give me 3 اللي هي y صح. طيب 4 minus 4 plus 5 مش هتدي 9، يبقى دي مش هتدي negative 5. substitute the second order the pair، لازم اللاين satisfy both pairs. اما اعمل substitute بالنيجاتيف 2 و 3 it's okay، لازم اعمل substitute تاني ب 4 و negative 5 ونشوف هيطلع صح ولا. replace x with 4 يبقى 4 plus 5 ب 9 not negative 5 يبقى wrong، يبقى أول نمبر A wrong. نمبر B نيجاتيف 2 هتطلع 3 صح. طيب 4 هتطلع 6 تبقى wrong، يبقى ال B wrong. substitute with نيجاتيف 2 هتبقى، هعمل substitute نيجاتيف أهو، ده اللي اتعلمناه بقى في أول سيشن. نيجاتيف 4 اوفر 3 ملتبلاي، بدل اكس احط الايه؟ النيجاتيف 2. النيجاتيف 2 دي ايماجين اتس اوفر وات؟ اوفر 1 يس، يبقى نيجاتيف 2 اوفر 1 بلس 1 اوفر 3. اب تايمز اب بوتوم تايمز بوتوم يبقى 8 اوفر 3 بلس 1 اوفر 3. 8 بلس 1 9، 9 اوفر 3 ات مينز 3 صح، يبقى الواي بتاعتها ب 3. يبقى الايكويشن دي ساتسفاي الفيرست اوردر بير. السكند اوردر بير اللي هي 4 ونيجاتيف 5 نفس الايكويشن، نيجاتيف 4 اوفر 3 ملتبلاي 4 بلس 3 ملتبلاي 4 بلس 3 هتبقى نيجاتيف 8. نيجاتيف 8 بلس 1 نيجاتيف 16 بلس 1 يبقى نيجاتيف 15 اوفر 3 بنيجاتيف 5. بينجو صح. شفت الستريت فورورد هنا اسهل، بس لازم تبقى عارف الاثنين. خليك معايا كده، احنا عملنا فورمنج ايكويشن، كده احنا عملنا فورمنج ايكويشن. يبقى كان اول الليسون كان اول الليسون هاو تو جراف. طب البارت الثاني ايه؟ هاو تو ميك ايكويشن. عملنا ايكويشن بايه؟ عملنا ايكويشن بتيبل، وعملنا ايكويشن بتو بوينتس. عملنا ايكويشن بتيبل وعملنا ايكويشن بتو بوينت، ونشوف الاكزامبل الثيرد اكزامبل. كل ده ريل يا شباب، ريل اكزام، ريل بروبلمز فروم اكزام. ذا جراف اوف واي ايكوال اف اوف اكس از ا لاين ان اكس واي بلين ذات باسز ثرو بوينت اي هاف بوينت اي هاف بوينت 0 2 اند سلوب 5 سلوب بوينت. كود ميك ايكويشن؟ يس وي كان ميك ايكويشن. How to make equation by slope point. Make equation by slope point. عندي y، عندي form slope point form. Slope point form y minus y1 equal m x minus x1. ايه هي ال y1؟ البوينت دي x1 y1 x1 y1 و substitute y minus what is y1 2 yes put 2 in bracket m what is m slope 5
x minus, what is x1 0 and make simplify, negative times 2, negative 2 equal 5 times x, 5x, 5 times 0 cancelled, negative 2 to right, it means 5x plus 2. Which of following equation could be define the function 5x plus 2? Where is 5x plus 2 number d right? It means my slope 5. Which two answer wrong? Second strategy. Strategy 2. Cancel two answer. My slope 5. Here is slope negative half. Here is slope 1 over 5. It means this one wrong and this one wrong. And the slope here too. It's also wrong. Number 5 directly. Yeah, by check slope. By check slope, you end up with 5x plus 2. 5x plus 2. Okay? Thank you for being with me, يا شباب. هشوفكم في فيديو تاني. السلام عليكم.